أهلا وسهلا متابعي قناة سيف وولف، أتمنى أن تكونوا بخير. سنتابع من خلال هذا الفيديو معجزة في صحراء تونس أدهشت العالم. هي حادثة عجيبة وصفها البعض بأنها معجزة القرن 21، ذلك أن العالم اليوم لم يشهد أمرا من هذا القبيل. سنة 2014 في قلب الصحراء التونسية، وتحديدا في مدينة قفصة بالجنوب التونسي، وبينما كان أحد الشبان عائدا إلى البيت لاحظ أمرا جعله يشك في مداركه العقلية لبرهة من الزمن. فقبل 3 ساعات كانت الكثبان الرملية والصحراء تغطي المكان، وفجأة من العدم ظهرت بحيرة عملاقة بالمكان. كيف ذلك؟ ومن أين جاءت هذه البحيرة التي قبل 3 ساعات فقط لم تكن موجودة؟ اقترب الشاب من المكان ليتفاجأ أن ما يراه حقيقة وليس خيال. بحيرة تغطي حوالي الهكتار وبعمق يصل إلى 18 مترا. سنة 2014 وفي ظروف غامضة ظهرت بالصحراء التونسية بحيرة من العدم، يذاع الخبر في مختلف أرجاء العالم. كما تلاحظون عينات من المقالات التي تحدثت عن الواقعة، وبين عشية وضحاها هب المئات من شباب المنطقة للسباحة بالبحيرة، وكذلك جاءت البعثات الصحفية والعلماء والباحثين لدراسة واكتشاف هذه الحادثة المدهشة التي جلبت الآلاف من تونس وخارجها. وكان الجميع مندهش من هذه البحيرة الغامضة التي ظهرت فجأة ودون سابق إنذار ودون سقوط للأمطار، وهو ما دفع العديد إلى اعتبارها معجزة لم تشهد الصحراء التونسية مثلها على مر التاريخ، في حين اعتبر البعض من الباحثين في علم الجيولوجيا أن هذه البحيرة ظهرت نتيجة لنشاط زلزالي وقع فجأة أحدث خللاً في منسوب المياه الجوفية وتسبب في ارتفاعها إلى السطح. ومهما كان سبب ظهور هذه البحيرة فإنه لا يمكن القول إلا سبحان الله العظيم. في النهاية أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم الفيديو، الرجاء الاشتراك بالقناة. شكرا جزيلا للجميع، ودمتم في رعاية وحفظ من الله.